بعد أن أغلق الزمالك ملف مباريات الفريق في سبتمبر على أحسن ما يكون، حقق الفارس الأبيض انطلاقة هي الأفضل. فاز على الشرطة الكيني ذهاباً وإياباً في دور الاثنين والثلاثين بالكونفدرالية، ثم أكد تفوقه على الأهلي في لقاء السوبر وحصد اللقب الإفريقي. تترقب جماهير الزمالك مواجهة الفارس الأبيض في شهر أكتوبر، شهر الانتصارات، هكذا تسميه الجماهير البيضاء. الفارس الأبيض سيكون على موعد مع بطولة جديدة، السوبر المصري الذي يقام في الإمارات بشكله الجديد. تقام منافسات بطولة السوبر المصري في الفترة ما بين 19 إلى 25 من أكتوبر، بطولة جديدة يسعى الزمالك للتتويج بها بعد بداية مثالية زادت من حماس الجماهير الزملكاوية. 4 أندية تشارك في بطولة السوبر المصري والذي يقام في الإمارات: الزمالك والأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا. مشاركة الزمالك تزيد من جماهيرية البطولة. الفارس الأبيض سيواجه بيراميدز في المواجهة الأولى في نصف نهائي البطولة، والفوز يعني تأهل الزمالك للنهائي. ينتظر الفائز من لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا. جماهير الزمالك تتمنى مواجهة جديدة في بطولة السوبر بعد أن حصد الزمالك في شهر سبتمبر السوبر الإفريقي بشكله الجديد، حتى يستمر التفوق وحتى يحصد الفارس الأبيض اللقب الجديد.